اهلا وسهلا اهلا وسهلا مشاهدي وكاله الانباء المغربيه وعبر. معنا اب ايه غيكشف لنا حول القضيه ديال الابن ديالو الله يرحمه ويوسع عليه اللي كانت عند الدكتور التازي مده ديال سنتين. قدم لنا راس خويا. بعد تحيه لكم وتحيه للمنابر الاعلاميه كلها بصفه جامعه دو السنوات اللي حضرت لهاد الواقعه، وكنشكركم على الاستضافه ديالي. اللي بغيت نقول لكم الاخوان، اللي بغيت نقول كشاهد على الدكتور التازي، انا الدكتور التازي مش منه الا الخير. انا كنقول لك ربما اطول واحد يدوز عنده واحد ما شهاده الحق غنتخلص عليها اليوم الجمعه، هذه بدون نقاش عليها. السيد ما صرف فيها انا بنتي ما صرفها الا الخير، ما صرف الى الخير. ربما نعطيكم كاع الملابسات. اول ما دخلت عنده البنيه دخلت عنده في واحد الحاله حرجه وانا باقي كنتذكرها. ساعه بغيت ندي باب هذا الشيء، انا بغيت ندي صالح الدكتور تازي. اول ما دخلت عنده ربما راه كنتذكر هذه اللقطه، دخلت عنده كوما. اسمح لي قاطعك. نعم صالح دكتور تازي، لكن القضاء راه هو اللي غيقول كلمته. القضاء هو اللي غيقول كلمته، هو اللي غادي يقول كلمته. احنا لا كلمه، لا كلام فوق كلام القضاء. اللي بغيت نقول للاخوان ان هذا السيد هذا ما صرف فيه الا الخير. هذا السيد تعامل معايا معامله انسانيه، تعامل معايا معامله انسانيه. اللي بغيت نقول لك واحد الواقعه كانت وقعت لي انا والدكتور التازي. اول ما دخلت عنده كانوا بعض الناس، كانت واحد الجمعيه وبعض الناس محسنين اللي كانوا بغي يخلصوا على هذاك الاتعاب ديال المساحه، كانوا بيخلصوا على البنيه. والوقت اللي دخلت عند الدكتور التازي دخلت عنده كوما، هزا دخل الانعاش وقلت لي الدكتور التازي كوم كوم بحال كوطرات الدكتور التازي. قلت لي راه كاينين شي ناس مضامنين معايا بيخلصوا على هذه البنيه، بيخلصوا هذاك لي فري ديال هذاك لاصوم ديال المصلحه. باش جاوبني الدكتور التازي قال لي جوج كلمات الله يبقى كنتذكرهم. قال لي هذه البنيه عندها، قال لي جوج الناس اللي عندهم الحق يدخلوا فيها. هذه البنيه جوج الناس اللي عندهم الحق يدخل. قال لي انا وصاحب جلاله، عجبك مرحبا، ما عجبكش دابا تلفظ بحالك والله يشوفنا عليه وليوم جمعه. هذا نهار غليظ عند الله. اللي بغيت نقول لك الاخوان الدكتور التازي تعامل هاد الدكتور التازي تعامل معايا معامله انسانيه، ما شفت فيه الا الانسانيه، وما يمكنش ليا باش نقول فيه شي حاجه اخرى. بكل صراحه السيد ما قدم لي الا يد المساعده، والناس اللي قدموا لهذيك البنيه كانوا قلال محسومين على رؤوس الاصابع اللي قدموا لي المساعده. هذيك البنيه هذه شهاده الحق شهاده قدام الله. هذاك السيد ما صرف معايا الا الخير وتعامل مع بنتي معامله انسانيه، وعمري شفت منه ديك انه غض علي النظر ولا غيحضر علي عيني كما كنقولوا بالمعنى الصحيح. انا جيت من المؤازرين قضيه الدكتور تازي. قضيه الدكتور تازي حاليا راهي عند القضاء، وحنا ثقتنا كبيره في القضاء، ثقتنا كبيره في القضاء، والكلام الا كلام القضاء، كلام الا كلمه القضاء. كنتمنوا القضاء يقول كلمته ورافوا بهذاك السيد. هذاك السيد ما فعل، كنقول لك انا كانسان ما فدر معايا الا الخير، وكنكليه كامل الاحترام بالرغم انا بنتي راه توفات الله يرحمها، ولكن باقي كنكليه الاحترام لان قدم لي هذه المساعده وما ننساش هذا الجميل ديالو اللي قدموا لي. موقف رجولي، لكن الناس يقول لك خير واقيلا عاطيلو الفلوس ولا شي حاجه. شوف انا من الطبع ديالي اللي قدم لي اللي عطاني اللي قدم لي شي مساعده كنشد بالخدمات ديالو كيما بغى يكون نوعه، بغض النظر كنعقل على الخير. واللي دار فيه العار كندير فيه العار. واللي بغيت نقول لك استاذ باش من من هذيك الظرفيه راه كانوا شي وحدين اللي تعتاو على ايه وخدموا بها. شوف دابا حاليا كاينين، اللي بغيت نقول لكم الاخوان، لكن الدكتور التازي كيتاجر في البصر كنشوفوا وحدين اخرين على الارض على المواقع اشنو كيديروا، ماشي كيتاجر في البصر، كيمصوا الدم ديال البصر بطريقه غير مباشره، ولا من يصوت نار ولا من يحرك ساكن. كاينين الناس عندهم عده شكايات في هذا المجال هذا، وخصوصا في التماس مال الاحسان العمومي. مال الاحسان العمومي اشنو وقع عليهم؟ اشنو وقع؟ راه ما يعوتون في الارض فسادا، ما كاينش اللي كيسول فيهم لحد الساعه. ولا لا شوف، والاسماء عديده، ما نذكرش شي اسم باش متحمل مسؤوليه شي واحد، والاسماء عديده معروفين هاد الوجوه. هذا هو السؤال المطروح حاليا دابا حاليا. هاد الناس هادو كينسالسوا ما الاحسان الاعمال الاحسان العمومي بدون صفه، من يحميهم في هاد الفات الفات الفات؟ ولا ما نعساش راه كاملين عندهم الكونتاكت. حنا كنشوفوا كاملين فهمتي، حنا كنشوفوا بعض الاشخاص دابا حاليا ان كيشدوا بعض الحالات وكيصوروهم كيشهروا بهم. هاد الاولى هاد التشهير، وكاين قانون جديد يلاه تعدل. كيترزقوا بهم، كيترزقوا بهم. قانون جديد يلاه تعدل في صالح، ربما كاين قانون كاين تعرفوا انتم كصحابه، راه كاين قانون تعدل في هذا المجال ديال الاشهار وتشويه التشهير. كاين قانون كينظم هاد الامور هذه، ولحد الساعه حنا كنشوفوا هاد الامور هذه راه باقا كتوقع عندنا في البلاد. واللي بغيت نقول لكم الدكتور التازي، بغا نعاود نكرر، الدكتور التازي ما تعامل معايا الا بانسانيه، وعمري ما ننسى الانسانيه ديالو حتى نموت. راه ما كاينش باش يقول باش نبعدوا ديك العطاء اكل شرا من بعدو منا. انا كان راسي عريان كنضرب، ما كان قبل حتى شي عند حتى شي واحد. الدكتور التازي لا قرابه لا علاقه لا والو، ما عنديش معاه حتى شي قرابه، اقسم بالله العظيم حتى من الدواء كان كيعطي ليا. هذه صراحه نقول انا هو
الحق كل صراحة. والسيد شوف واقسم لكم بالله العلي العظيم ولا هذه شهادة حق نقولها فيه، راه ملي كنطلع عندهم اللي كنا عندهم كنطلع عندهم الكونسيطاسيون، ملي كنطلع فين كاين كنا عندهم الكونسيطاسيون كنا عندهم واحد الاكسيدات اول ما كنطلع اي اول واحد اول واحد هو الاول. شوف واحد القضية نقول عاود كنراكم اللي كان كيباش الحالة ديال اي هو الدكتور التازي شخصيا ما كانش كيعطي لشي واحد هو شخصيا، ولكن خالف المحاكمة باش نحضر واحد الجلسات كاينين واحد المتهم الرابع او شي واحد يقولوا بانه تيديروا الاحسان العمومي والفلوس ودايزل 14. انا نقول لكم واحد القضيه ربما انتم كتعرفوا الابنه ديالي راه كانت عندها صع وطني على كيعرفوها لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، ربما يكون غير يستغلك ويستغل هذيك الدريه هي الاولى هي الاولى يستغلها اللي كان عنده صع علاج كانت معروفه وطنيا وعالميا علاش ما استغلهاش. انا كنعاود كره علاش ما كانش يستغل علاش ما استغلهاش هذا الدكتور تازي ناضل معايا من 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 ربما لا كيشعوج ما بغيش نناقش هذا السيد هذا واحد دخلت عنده شهرين ونص والدريه عنده كومه شهرين وتصوت خيلوا معايا انتم الاخوان هذا شهرين ونص في كلينيك في مصحه خاصه شحال غطيها ليا كومه شحال ديال الفلوس غادي تكون ربما لا بغيت نخلص وبكل صراحه والله العظيم الكلمه تغيب عن في حق السيد هذا يعجز اللسان عن قول الشعوات اللي غادي يقول لكم الدكتور التازي مش منو الى الخنا كنهضر على راسي ما كنهضرش كنهضر على راسي انا كنهضر على راسي ادله راه جبدوا واحد فهمتيني كاين واحد شوف انا ما انا ما غنطعنش انا شوف انا ما غنطعنش في القضاء وما غنطعنش في 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 المتهم يبقى متهم حتى تثبت اذا شوف العس باقي متهم المين فراه باقي في المحكمه على هذيك شهاده حق نقول لفهاد السيد هذا السيد كنقول عاود كرر السيد مش منو الى الخير واش تعامل معاه بانسانيه كنقول لك راه اغرب ما اطول مده اللي دازت عنده المده اللي دوزت عنده عامين اطول مده عمر شفتها ولو نص كلمه ديال كلمه العار ما شفتهاش من خلال التجربه اللي عشتي مع الدكتور تازي واش نقدروا نقولوا الدكتور تازي ضحيه ديال بعض الناس كانوا خدامين معاه. انا ما قدرتش نشوف ما قدرتش نخوض في هذا مثلا لستو بشرطه قضائيه انا ما عنديش دريبات انا كنشوف المعامله ديالو كانسان تعامل معايا معاملته الخاصه معايا كانسان مع انسان كيفاش تعامل معايا وسدات مادام كما كنقولوا ما غنزيدوا شي حاجه اللي بغيت نقول الدكتور تازي ملي غيولي متهم بالتجاره في البصر هذوك الناس الاخرين دابا حاليا شنو كيديروا عاود نكررها كاينين اناس دابا حاليا يتاجرون ماشي في البصر يتاجرون في الاحياء وفي الاموات ولا بنسبه النار ما كاينش اللي قال لي شحال الساعه لعاد الساعه يتجرب الاحياء والاموات وما كاينش كيدير بجعل وكاين شكايه ضدهم وكيبزاف ديالهم. قالك ابو لنوب كنتمنى واش هادشي راه طول ابو لنوب راه طول راه الناس راه داروا راه يديروا الاحسان العمومي والصماصيره كاملين جيرو هاد الناس هاد الناس اللي كيلتاتهم من الاحسان العمومي بدون صفه ولاو من الناس من الاول ولاو من الناس اللي عندهم فلوس داروا فلوس على دور العباد على دور الاحياء والاموات هادشي كنعرفوه وكنشكركم على هذا الموقف الرجولي ديالكم وعلى هذه السمات اللي المؤازره اللي درت لهذا السيد هذا مؤازره انسانيه كنشكر كافه القنوات اللي كانوا حاضرين وتحيه لكم. المؤازره ديالنا هنا كنقول الخبر فهمتيني حنا هذا هو الدور ديالكم المحايد انا باش نعطيش الراي ديالنا ولا تتعاطفوا حنا مع الحق مع الجلسات نشوفوا اش كاين في الوراق اخي انا كنقول شوف انا هاد العشيره كنقول ما وقع لي انا هو الدكتور التازي هادشي كنقول ديالي كنهضر على حالتي شخصيا ما كندويش على شي عضو هذا ما وقع لي معه هذه شهاده حقا نقولها فيه هذا ما وقع معه ويوم الجمعه ورا الله ورا وقفه والله يحسب عليه غدا يوم القيامه لا زدت ولا نقصت عليه شي حاجه هذاك السيد ما تعامل معايا الا بانسانيه ورجوله وتحياتي لكم. شكرا.